الملحدون أسوأ شيء صنعوه هو قطع الأرحم. ليس لديهم بر الوالدين، ليس لديهم بر مع الأقارب، ليس لديهم إحسان أو صلة رحم مع أحد، لذلك يعيشون منعزلين مثل حياة العنكبوت. العنكبوت ذكر في القرآن: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت هو المخلوق الوحيد الذي يعيش لوحده. في تجربة علمية ذات مرة وضعوا 10,000 عنكبوت بهدف التكاثر، فمزقوا بعضهم بعضا ولم يبقى في النهاية إلا عنكبوت واحد شرس، أكلوا بعضهم. وكذلك الملحد لا يعيش إلا وحيدا. قطع الأرحام ماذا أدى بهم؟ أدى بهم إلى مشاكل وأمراض كثيرة. وفي رحلة بحثهم عن السعادة وعلاج هذه الأمراض، لأنهم يطمحون لمزيد من العمر، وجدوا شيئا غريبا: أن الإنسان الذي يقوم بعيادة المريض مثلا أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو أي عمل فيه اطمئنان على الآخرين ومساعدة لهم، فإن هذا ينعكس على نظامه المناعي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن مقاومته للأمراض أقوى، وبالتالي الأمراض التي تصيبه أقل، وبالتالي يعيش معدل عمر أكبر. نحن في القرآن كل التعاليم تأمرك بصلة الرحم، وعلى رأسها بر الوالدين، قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم.